الانتخاب هو الفيصل في كل شيء في هذا البلد، هذا محور الموضوع. القانون المهم هو قانون مكافحة الفساد، هو القانون الوحيد الذي تأخر لعدة أسباب. السبب الأول هو قانون هام جدا وفيه جوانب كثيرة جدا، وأنا طلبت من الحكومة أن تدرسه بشكل واسع وبالتعاون مع مختلف الفعاليات والجهات، ووضع على الإنترنت وكان هناك الكثير من المشاركات والأفكار المفيدة. انتهى من الحكومة و أرسل من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. أعيد مؤخرا للحكومة، لماذا؟ هو قانون جيد وفيه نقاط هامة جدا، ولكن هناك نقطة تتعلق بهيئة التفتيش. في القانون الحالي، قانون مكافحة الفساد، ألغيت هيئة التفتيش وحلت هيئة مكافحة الفساد محل هيئة التفتيش. ولكن قانون مكافحة الفساد يختص في قضايا الفساد فقط، يعني قضية ضيقة. بينما وغالبا هي ليست وقاية من الفساد، وإنما التعامل مع الفساد بعد ظهوره. بينما هيئة التفتيش كانت تأخذ مهام أوسع بما فيها تنظيم الإدارة ورفع مقترحات في مجال الإدارة ومراقبة عمل الدولة من الناحية الإدارية، بالإضافة لمكافحة الفساد. فإلغاء كل هذه المهام وربطها فقط بعنوان واحد هو الفساد، بشار شيء الجحش غير متى هي سوف خطة تتنحى؟ مهمة.